مبروك، يعني نقول مبروك، نقدر نقولها يعني الحمد لله وبفرحه. امبارح كان اداء كمان كويس، مش فكره بس فوز. لكن قبل ما نخش التفاصيل ابدا بالشناوي. امبارح شفت حضرتك ازاي التغيير اللي حصل، وفكره برضو مشاركه الشناوي رغم وجود اصابه. شفنا اللقطه برضو هو خارج وعتابه ليه كابتن الحضري، يعني شفت ده ازاي؟ طبعا في مشكله، طبعا انها حصلت ان الشناوي ما كانش مستعد ان هو يلعب مباراه لانه طبعا عنده اصابه او كده. واعتقد ان انا سمعت برضه ان هو قال للجهاز الفني ان انا مش جاهز ومش عايز العب. طبعا هم اصروا ان هو يلعب، فطبعا لازم يكون التبادل الاراء موجود يعني بين الحارس او اللاعب او والمدرب بتاعه. فطبعا اللي حصل امبارح ان الشناوي طبعا اصل المشكله ان انا ممكن اكون مصاب بس نفسيا كويس، اقدر العب، اقدر اكمل، انما انا تعبان ونفسيا مش جاهز، طبعا المشكله هتبقى كبيره يعني. فطبعا اللي حصل ان هو الشناوي، انا سمعت ان هو ما كانش جاهز مش عايز يلعب، وقال الكلام ده للحضري او للجهاز الفني، اصر ان هو يلعب او الحضري اصر ان هو يلعب. فطبعا حصل المشكله ان هو طبعا مش جاهز او نفسيا برضه كده. شفنا له اللقطه امبارح وهو بيقول للحضري مش قلت لك، او ما معناه يعني. بما معناه يعني هو طبعا المشكله كلها ان حصلت في قليل الوقت، قليل جدا ان هو ما لعبش كتير وخرج وابتدى ان هو يخرج. فطبعا المشكله كلها ان هي لازم يكون في انا مش جاهز يبقى انا ما العبش، هو ده اللي لازم يحصل. هو اصلا ده القانون يعني؟ هل اللاعب له الحق ان هو يحدد اذا قادر بدنيا او نفسيا يلعب ولا لا؟ ده انا بتكلم على قانونا. انا كمدرب انا مثلا اشوف انك انت عايز، ان انا شايف انك تلعب، بس اللاعب عندي يقول لي انا مش قادر العب لان نفسيا واقع او بدنيا واقع او في اي حاجه عنده خارج الكوره. بس الامر متروك بعد كده للجهاز الفني. للجهاز الفني طبعا اكيد يعني مثلا كنت مره في ماتش في افريقيا تقريبا، انا كنت في احتياطي وكابتن خطيب كان جاي من اصابه، فالكابتن كان كابتن سايس تقريبا قال له هتلعب بدايه الشوط الثاني. الكابتن خطيب انا سامعه بيقول لي الكابتن سايس لا انا هبتدي هلعب بعد ربع ساعه من الشوط الثاني. هو قادر يعمل الحاجات دي، فلازم طبعا اللعيب هو اضرب نفسه اكتر من المدرب كمان يعني. فهو لازم ياخد قرار. محمد الشناوي كمان مش هيدعي يعني مرض، لو تعبان هيقول يعني. طبعا لان نجم مصر واحسن نجم في افريقيا وفي مصر، فهو بيحدد امتى يلعب وامتى ما يلعبش. ده مهم جدا، ولازم الجهاز الفني يبقى متفاهم الموضوع ده. انا ما بتكلمش على الجهاز الفني بتاع المنتخب، انا بتكلم عموما في الكوره دايما.